الغرض من هذا اللقاء هو إعطاء وجهة نظرنا فيما يتعلق بالدخول المدرسي في ظل جائحة كورونا. في البداية لابد أنني نعرف بالمواقف ديال النقابة الوطنية للتعليم من الدخول المدرسي. الأصل في موقفنا هو التعليم الحضوري، بدليل أن الوزارة اعترفت على أن التعليم عن بعد هو تعليم فاشل، لذلك خدات القرار ديال أنها ما تمتحنش تلامد في البكالوريا في التعليم عن بعد وتختصر فقط على الدروس التي اعتمدت في التعليم الحضوري. هذا الشيء كيدفعني للقول على أنه الآن يجب التفكير بجدية من طرف كل المسؤولين وكل الغيورين على التعليم في بلادنا. يجب التفكير في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وفي إعادة الاعتبار للمدرس. فالسيد الوزير أكد في التصريحات ديالو على أنه الأسر بنسبة 80% طلبات أنها تكون الرغبة ديالها في تعليم حضوري. هذا بالنسبة لنا احنا نعتبره استفتاء على دور المدرس، هذا استفتاء على دور المدرس. ثم الهجرة من التعليم الخصوصي للتعليم العمومي واللي كانت بواحد الشكل فظيع، كنعتبروه استفتاء على دور المدرسة العمومية والأهمية ديالها. هنا لابد من الإشارة على أن البروتوكول الصحي اللي الوزير تكلم عليه واللي كيأكد على أنه غادي يتم التنزيل ديالو في المؤسسات العمومية، فحتى احنا بدورنا كنتسائلوا كيفاش يمكن تنزل بروتوكول صحي، كيفاش يمكن تعقم المؤسسات اللي ما فيهاش أصلا، ما فيهاش، ما مربوطاش حتى بالماء، ما مربوطاش ما عندهاش مرافق صحية، كيفاش غادي نديروا باش غادي نديروا لها البروتوكول الصحي. فالمؤسسات التعليمية أعتقد من وجهة نظري على أنها مهددة بكارثة وبائية، وهذا الكلام غدا تأكدوا الظروف، غدا تأكدوا الوقائع. فدون إخضاع الأطقم التربوية والإدارية لتحاليل مخبرية كيفاش غادي نتعاملوا، بدون اتخاذ الإجراءات كيفاش يمكن لنا نتعاملوا. لابد من إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، لابد من إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، ومن خلالها إعادة الاعتبار للأطقم الإدارية والتربوية. فالدور اللي كتلعبه المدرسة الآن هو كيقتصر فقط على إيصال التعليم وإيصال تلقين الدروس للتلامذة، في حين أن الدور ديال المدرسة العمومية هو أكبر من هذا الشيء. في الجيل ديالي أنا تعلمنا في المدرسة العمومية كل القيم الإنسانية والأخلاقية. الآن المدرسة يالله كتوصل لنا التعليم وكتهيئ لنا جيل ديال الشواهد اللي خصو يمشي يبحث على العمل، في حين أن الدور ديال المدرسة هو أكبر من هذا الشيء. فمن هنا من هذا المنبر كنناشدوا المسؤولين في هذه البلاد إلا كيفكروا في إعداد جيل وطني، جيل كيغير على هذه البلاد وكيغير على القيم ومتمسك بوطنه، فخصنا نفكروا على أنه خصنا نعيدوا النظر في المدرسة العمومية ونعيدوا النظر في إعادة الاعتبار للمدرس ماديا اجتماعيا، إذا كنا فعلا نطمح لإعداد جيل للمستقبل، جيل اللي غادي يمكن يخدم المغرب واللي غادي يمكن يفيد بلادنا وغيكون كيغير وكيحب بلاده.